على هامش المخيم الوطني الثالث لعلم الفلك الذي احتضنته ولاية أدرار هذه السنة، قام عدد من المشاركين ومن مختلف الولايات من بينهم مختصين في علم الفلك برصد ظاهرة ما يعرف بالقمر العملاق، وذلك على مستوى بلدية بودا غرب عاصمة الولاية باستعمال تقنية التصوير الفلكي ولأول مرة في أدرار. يمين بالعلمي. تم رصد القمر العملاق لأول مرة من الجنوب الجزائري هنا بولاية أدرار بمشاركة وطنية بمقدر 8 ولايات من الوطن الجزائري، أيضا استعمال تقنية التصوير الفلكي الكاميرا سي سي دي والتلسكوب. رصد القمر العملاق بمدينة بودا حيث استفدنا منها العديد من الأشياء، منها كيفية استعمال تلك أجهزة الرصد التلسكوبات والمناظر الفلكية، كيفية رصد هذه الأقمار وما هي صفات هذه الأجرام السماوية. أول مفاجأة في ولاية أدرار وهي رصد القمر العملاق، اكتشاف البحار والفوهات والأجرام السماوية الفلكية في هذا المخيم. فيما يخص عملية الرصد تمت بنجاح في بلدية بودا اللي تبعد هنا على ولاية أدرار حوالي 20 كيلومتر، حيث تمكن مجموعة من الشباب من التصوير الفلكي وقاموا بهذا الدور من الناحية تاع التصوير الفلكي باستعمال جهاز تلسكوب.